اهلا ومرحبا بمشاهدينا في كل مكان، وهذه الحلقه الجديده من برنامج استوديو الرياضه، اهلا بكم. توج فريق القوة الجوية بطلاً لمرحلة الذهاب لدور الكرة الممتاز بعد منافسة قوية مع فريقي الزوراء والشرطة إضافة إلى نفط الوسط. وبرغم تعثره في المراحل الأولى من الموسم، استطاع فريق الصقور تعديل مساره وتحقيق نتائج مميزة في مباراته الأخيرة ليكون بطلاً لمرحلة الذهاب بجدارة. الجويون أعزائي المشاهدين اعتلوا صدارة الدوري بعد تحقيقهم 12 فوزاً وخمسة تعادلات ولم يخسر سوى مباراتين فقط، كما تصدر مهاجم القوة الجوية أيمن حسين صدارة الهدافين برصيد 14 هدفا. القوة الجوية كان أفضل فريق دفاعيا وهجوميا، إذ سجل 30 هدفا في مرحلة الذهاب ولم يتلقى سوى 10 أهداف. بعد سلسلة من التعادلات، استطاع المدرب راضي شنيش قيادة الزوراء نحو العديد من الانتصارات ليحتل النوارس مركز الوصافة وبفارق 5 نقاط عن الصقور. أما الشرطة فقد اكتفى بالمركز الثالث وبفارق الأهداف عن الزوراء الوصيف بعد فوزه ب9 مباريات وخسارته مرة واحدة في المرحلة الأولى. فريق نفط الوسط احتل المركز الرابع في ترتيب المرحلة الأولى بعد صدارته للدوري لعدة مراحل، فيما كان فريق زاخو الحصان الأسود في الموسم الحالي إذ قدم مستوى مميزا باحتلال المركز السادس بعد تحقيقه الفوز ب6 مباريات و11 تعادلا مع خسارتين فقط في مرحلة الذهاب. وأهم ما يميز مرحلة الذهاب دوري الكرة هو إقالة واستقالة 13 مدربا بفرق عديدة كالزوراء والشرطة والنفط والميناء والطلبة ونفط الوسط والنجف، إضافة لفريقي السماوة والقاسم. فريق الديوانيين أعزائي المشاهدين حطم الرقم القياسي في تغيير المدربين، حيث أقال 3 مدربين فيما استقال قصي منير، أما مدربه سمير كاظم فقد كان على وشك الإقالة لولا فوزه الأخير على فريق السماوي. إذن انتهت مرحلة الذهاب بتصدر القوة الجوية بعد صراع مع فرق المقدمة، وهناك صراع آخر في المياه الدافئة لتفادي الهبوط لدور الدرجة الأولى. وبعد استراحة قصيرة ستتواصل المنافسة بالتأكيد لنرى ما الجديد الذي ستقدمه الفرق في الصفحة الثانية من أول دوري يقام بغياب الجماهير. أكد رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة إياد بنيان أن الدوري الممتاز سيستمر خلال الأيام المقبلة، فيما سيتم تأجيل كل المسابقات الأخرى إلى شعار آخر. وقال بنيان أن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز ستنطلق يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المباريات ستقام وسط إجراءات وقائية مشددة لجميع العاملين والمتواجدين في الملاعب. تحولت الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها نادي الطلبة والتي أثرت على مستوى فريقه الكروي في المواسم الأخيرة إلى أزمة إدارية يتطلع محبو النادي إلى إيجاد حل سريع لها. ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الهيئة الإدارية علاء كاظم استعداده وإدارة النادي لتقديم استقالاتهم إذا ما تم دفع الديون المثقيلة المترتبة على النادي، أعلن مستثمرون استعدادهم لمساعدة النادي، ومن هم السيد صباح الكناني مثلما أعلن اللاعب الدولي السابق باسم عباس استعداده لدفع تلك الديون مقابل تلك الاستقالات، في الوقت الذي اعترضت فيه وزارة التعليم العالي الجهة الحكومية المسؤولة عن النادي على تلك الإجراءات. وللحديث عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى استضيف من بغداد رئيس نادي الطلبة السابق الأستاذ عبد السلام القعود. أستاذ عبد السلام أهلا ومرحبا بك في برنامج استوديو الرياضة. هل وجودك في بغداد هو للتضامن
مع النادي، مع جمهور النادي، الإسهام في حل الأزمة؟ تحياتي لك كابتن حسام ولجمهورك الكريم. الحقيقة أنا جيت العراق في زيارة وتفاجأت أن الوضع في نادي الطلبة يصل إلى هذا المستوى. نعم. ولذلك بكل تأكيد أنا متضامن مع جمهور الطلبة، مع محبي الأنيق، لعودة الأنيق إلى ما كان عليه في السابق على أقل تقدير. نعم. لم يبق من الأنيق إلا رائحته، الأنيق لم يكن أنيقا في هذا الموسم وفي كل المواسم اللي استمرت هذه الإدارة بالتمسك في كرسيها لقيادة الأنيق، وهي اعتبرها قيادة فاشلة طيلة الأعوام. أستاذ عبد السلام، ما الذي يجري في أروقة البيت الطلابي؟ هل أزمة نادي الطلبة مالية أم إدارية؟ هي الاثنان، خلينا نقول أزمة مالية الأساس والأزمة الإدارية. الأزمة الإدارية امتدت على مدى 16 عاما، يعني في وزراء سابقين كانوا يدفعوا 2 مليار و3 مليارات و4 مليار، وفي وزراء لم يدفعوا سوى 1 مليار أو 600 مليون. والفرق أن يكون عندك فريق جماهيري يضم نجوم من اللاعبين يحتاجون إلى مبالغ طائلة، فريق جماهيري يحتاج إلى صرف، يحتاج إلى تجهيزات، يحتاج إلى مدربين على مستوى عالي. الإدارة لم تكن ناجحة بكل المقاييس، بل ذهبت بالنادي إلى التدهور. الآن الطلب في المركز 17 أو 16، هذا لا يليق بسمعة الأنيق. فالجانبين، الجانب الإداري والمالي، مهمين في إنجاح أي فريق. لا عندنا جانب إداري ولا هناك أكو دعم مالي الآن على أقل تقدير. نعم. بعد التجاذبات اللي شهدناها أستاذ سلام خلال الأيام الأخيرة، يعني ما الحل الأمثل لحل أزمة نادي الطلبة برأيك؟ يعني شفنا احنا دخول السيد صباح الكناني، الرجل اللي راد يساهم في حل الأزمة، وأيضا وجود باسم عباس والتجاذبات التي حدثت، ماذا تقول فيها؟ اولا الاخ مشكور الشيخ صباح الكناني، الرجل حاول ان يلم الاوراق على اقل تقدير لقربه ولقرابته مع الكابتن علاء كاظم. نعم. هذا واحد. الاخ باسم عباس ابن النادي يريد يرجع النادي الى ما كان عليه في السابق. الاثنان خاصه الشيخ صباح ما بيد الحل، ان الرجل هو غير يعني مو عضو هيئه عامه، ولكن بجانب الإداري الأخلاقي العشائري يحاول أن يعني على أقل تقدير ينتشر وضع الطلبة الحالي. والرجل مشكور يعني دار الطلبة وكرم الطلبة بفوز الأخير، يعني خلف الله عليه ما قصر الرجل، لأنه مثل ما ذكرت يعني هو أعلن أيضا أنه هو ليس عضو في الهيئة الإدارية ولا يمكن أن يدخل في الهيئة الإدارية. نعم. بحسب القانون. نعم. الحل كابتن حسام، الحل كالآتي: على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استدعاء الهيئة العامة لنادي الطلبة. ومن تستدعي الهيئة العامة لنادي الطلبة هي الممول، هي الراعي، هي الممول. تطلب من الهيئة العامة التصويت على إقالة الهيئة الإدارية، وبهيك يعني طريقة قانونا الهيئة الإدارية تعتبر خارج السرب. نعم. ويصار إلى تشكيل لجنة مسيرة من وزارة الشباب ووزارة التعليم العالي أو من محبين للرياضة الصادقين لحين إجراء انتخابات سريعة للنادي. أستاذ سلام، كيف يمكن لفريق الطلبة الأنيق العودة إلى منصات التتويج كما كان في فترة الثمانينات عندما كان يضم خيرة نجوم الكرة العراقية؟ ممكن الطلبة أن يعود. الطلبة اسم كبير على خارطة الكرة العراقية ومربع مهم، يعني أحد الأضلاع المربع المهم في الكرة العراقية. أعتقد إذا تواجد شخص مهم ونزيه، أنا لا أعني إن علاء ما كان نزيه، لا، علاء كان الرجل قدم كل تضحيته في سبيل النادي، لكن لم يوفق إداريا، ويعاب على الإدارة إنها تمادت بالاستقالة. يعني من المخجل جدا أن نشوف إدارة الطلبة أمام الإعلام المرئي، أمام الإعلام، أمام شاشات التلفاز، أن قدمنا استقالة، والحقيقة هو ماكو هذا الأمر. يعني أنا اليوم مثلا على سبيل المثال مبارح دكتورة خلود عضوتي إدارية بعثت لي طلب الاستقالة، قالت أنا بعثت لعلاء كاظم.
علاء الآن ما موجود، سافر إلى عائلته. المفروض البقية الإخوان في الهيئة الإدارية على أقل تقدير يكون أمام الشارع الرياضي، أمام الجمهور، أمام المعنيين بكرة نعم الطلبة، نعم يقدمون استقالتهم حتى تتاح طيب فرصة لغيرهم. نعم نعم استاذ سلام، هل هناك نية للعودة إلى رئاسة النادي اللي كنت نائب الرئيس الأسبق الدكتور سطام القعود؟ تحياتنا إلى طبعا للدكتور أبو علي، ومن ثم اترأست هيئته أنت الإدارية في حقبة التسعينات. أنا حقيقة كابتن حسام ما مفكر إطلاقا أن أرجع لرئاسة نادي الطلبة. نعم. أرجع لرئاسة نادي الطلبة بشرط، وأنا دائما أعيده. نعم. يمكن حتى على قناتكم ومعاك في برنامج سابق قلت أنا أختار الهيئة الإدارية اللي يشرف قيادة نادي الطلبة. نعم. يعني أكو كثير أساتذة أكاديميين، كثير معنيين، كثير أمناء، كثير لاعبين قدامى بالنادي، هم اللي مفروض يقودون نادي الطلبة. نعم. الآن أنا إذا أجي على الهيئة الإدارية لنادي الطلبة يجوز أعرف اسم اسمين والباقي ما أعرفهم، هم يعني ما أقدر أظلمهم الناس. طيب. ولكن ما أعرفهم. صحيح. بهالحالة ممكن إعادة نادي الطلبة الوجه الحسن، على الوجه الأنيق، الوجه المشرق. نعم. النتائج المتميزة أيضا إن شاء لابد الله. أيضا أستاذ سلام لابد أن نذكر أنه نجوم النادي السابقين ومنهم الكابتن حسين سعيد أعلنوا تعاطفهم واستعدادهم أيضا للمساهمة في حل هذه الأزمة والوقوف مع النادي في هذا الظرف الصعب. أنتقل إلى موضوع الدوري وباختصار، شلون تقيم تصدر القوة الجوية للمرحلة الأولى وأنت متابع مثل ما عرفناهم للدوري؟ أنا قبل أن أنتقل لتقييم الدوري، أنا حسين سعيد في اتصال معه البارح في الليل. نعم. جون البيتي الرابطة وباسم عباس الهيئة الإدارية الحالية في اتصال مع كم واحد. نعم. احنا نريد ننتشل النادي من هذا الوضع اللي فيه، وإن شاء الله يصار شاء الله. إلى انتشار إن النادي. أما وضع الدوري، أنا متابع جيد الدوري أكيد. باختصار القوة الجوية كان متميز. نعم. القوة الجوية والزوراء والشرطة ونفط الوسط كانوا أي. متميزين، والجوية حالة في الحظ أنه يتفوق. تمام. وأتمنى الفرق الجماهيرية جميعا التفوق إن شاء الله. نعم أستاذ سلام، ابقى ويانا نروح الفاصل وبعدين نكمل المشوار هذا الحوار. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود لتكملة المشوار في هذه الحلقة من برنامج استوديو الرياضة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد والجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج استوديو الرياضة. قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا إلى شهر حزيران بعد أن كانت مقررة في آذار المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا. كما قرر الاتحاد إقامة التصفيات بنظام التجمع في دولة ضمن كل مجموعة. يذكر أن هذا هو التأجيل الثالث للتصفيات بسبب الجائحة، ويتصدر العراق مجموعته الثالثة برصيد 11 نقطة، يليه البحرين ثم إيران. هذا وتقدم العراق بطلب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لاستضافة مباريات مجموعته المؤهلة لنهائيات بطولتي كأس العالم وآسيا في مدينة البصرة. رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة إياد بنيان قال أن ملاعب مدينة البصرة الرياضية جاهزة لاستضافة منافسات المجموعة الثالثة. هذا ويحتاج المنتخب الوطني إلى 6 نقاط من 3 مباريات متبقية أمام منتخبات إيران وهونغ كونغ وكمبوديا ليضمن التأهل إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات. من جديد أعزائي المشاهدين أرحب بضيفي من بغداد رئيس نادي الطلبة الأسبق السيد عبد السلام القعود. أستاذ عبد السلام، هل تعتقد أن تأجيل تصفيات كأس العالم من الشهر المقبل إلى شهر حزيران هذا راح يصب في مصلحة المنتخب الوطني؟ شخصيا أعتقد هذا. نعم. أول شيء مشكورين لجنة المسابقات اللجنة التطبيعية، على الرغم من هناك يعني حالة ضغط للدوري، لكن احنا اكثر لاعبي المنتخب هو من الدوري العراقي، عندنا 4 5 لاعبين ومرات ما يشتركون، فهذا يصب في صالح المنتخب. اضافه الى ان
إذا وافق الاتحاد الآسيوي على استضافة المجموعة مجموعتنا في البصرة فهذا يعني 100% لصالح المنتخب، 100% لصالح المنتخب. أعتقد أن المنتخب في طريقة إلى التأهل للمرحلة الثانية إن شاء الله. إن شاء الله. مثل ما تعرف أستاذ عبد السلام، العراق وإيران والبحرين قدموا طلبات الاستضافة، استضافة هذه التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا. من هو اللي راح ينجح برأيك؟ من هو الأقرب لاستضافة هذه التصفيات وفق المعطيات الحالية؟ أنا أعتقد العراق الأقرب، البحرين على اعتبار أن دائما رئيس الاتحاد الآسيوي ممكن بحرين وممكن يعطيها البحرين. احنا بس ما لها علاقة أستاذ عبد السلام، أتوقع العراق يعني احنا نعرف الشيخ سلمان رجل نزيه، ما له علاقة أنه البحرين أو العراق أو كذا، يعني هو رجل للكل بصراحة، مواقفه جيدة أيضا مع العراق. هو الرجل يعني أنا أعرف عن قرب، هو محب للكرة ومحب لكل الدول العربية، كل بلدان آسيا. نعم. ولكن مرات مسألة العاطفة تحضر. أنا شخصيا أتوقع أن العراق والبحرين، العراق وإيران هم ذاهبين للمرحلة الثانية من التصفيات. ولذلك في أي مكان يكون الفريقين متأهلين إن شاء الله. شلون نشوف فرصة المنتخب اللي يحتاج 6 نقاط من 3 مباريات ويحسمها؟ يعني هو لو فاز على هونغ كونغ المباراة الأولى يمكن كل شيء ينتهي. العراق أكثر الفرق الخمسة يعني مهيئ للتأهل. نعم. يعني أنت أضيف المباريات الأخرى، أي فريق من البحرين والإيران يخسر نقطة أو نقطتين خلاص، إذن إحنا على قولة العراقي فلوق ورايحين للمرحلة الثانية إن شاء الله. نعم. أتوقع العراق مؤهل 100% للانتقال للمرحلة الثانية. هذا كل ما لدينا هذا الأسبوع. لكم من أسرة البرنامج المخرج توني بعيني، المنفذ محمد حسين، ومني حسام حسن أجمل تحية، ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. في أمان الله.